السلام عليكم ومرحبا بكم على رحله مراهق. اليوم راني نهضر لكم على 8 اشياء اللي راني نديرهم ان شاء الله بعد ما يخلص الحجر الصحي. اول حاجه كيما كاع الناس جو بونس نروح لواحد الريستورون ناكل فيه طاكوس. هذا لو ريستورون اسمه روت 66 جاي في شارع دي دوش مراد الفوق. دونك انا نحب لي تاكوس الصب ديالو ولاكوي ما شاء الله. دونك جي لابيتود ناكل عندو. والحاجة الثانية هي قاعدة موسيقية كو سوا شعبي ولا اندلس. انا ما على باليش على بالكم ندير الاندلس من 2006 ما حبست العامين هاد الاخرين باسكو راني خدام. مي نحب دائما الموسيقى. دونك كيما على بالكم كي تكملوا تهبطوا على دي دوش مراد وتكملوا موريس اودا يا توجور دو لانيماسيون تلقاو هذاك الشيخ مع وليد ويد عبد البوكا سي تري تري بو. ولا سينو ان اوتر جور ميوزيكال كاريمون تما في موريس اودا. الحاجة التالتة قاعدة في كافيتيريا مع الاصدقاء والاحباء في كافيتيريا تاع لا غروند بوست. منها تشوف لي باتر زارتيست والخدمه ديالهم ما شاء الله. دونك جو لور تير شابو دي فري زارتيست. الحاجه الرابعه نروح ندير دوره في جاردان دي سي. سي لو سول اندرو اللي نتكلم فيه واللي نستخدم فيه سورتو الى كاين صخر تما سي توجور فري. و جو كونساي الى ماشي خدامين ما تروحوش لي ويكاند باسكو لي ويكاند سي بوندي وما تقدروش تستغلوا جمال الطبيعه اللي كاين في جاردان ديز. جو بارل با دو كوتي دي زانيمو مي لو كوتي جاردان. دونك جو كونساي لو جاردان اونغلي بلوس كو لو جاردان فرونسي. الحاجه الخامسه تلقاوها واقيل بيزار مي كاين جوز على لي كوليك ديالي كل صباح واحد بواحد ونشوفهم سا مي بروكور دو لا جوا. وي سا بروكور دو لا جوا. كاين جوز على كل واحد فيهم صباح تسقسي على كل واحد واش راه كومون يباس لا جورني تو سا من بعد كنبدا الخدمه ديالي و لا فان دو لا جورني بيان سور. كي نجيو خارجين نطلعو في البيس تاع الغوتور افيك دوطخ بيغسون سي با لي ميم كوليك d'autres personnes où c'est toujours la bonne ambiance le trajet à dak men khdma le dar ça manque beaucoup à de les trucs haja sadisa نروح للبلاد مع la famille ديالي ونروح la plage نديرو قعدات تما نشوفو الحباب اللي عندنا شحال ما شفناهمش. سابع حاجه هي نروح نشوف ماتش ماتش دو باسكت ولا ماتش دو هاند ولا دو جودو ولا دو كاراتي ولا دو هاندي باسكت باغ اكزومبل في لاصا الحرشة. سا مي مونك بوكو سو جور داكتيفيتي. والحاجة الأخيرة بيان سور لا ويتيام شوز سي فواياجي. بون ما فواياجيتش بزاف. J'ai voyagé plus en Algérie que en Kharaj. رحت لبسكرة زوج خطرات رحت للواد والقلا الجلفة الغواط غردايا. فواياجيت مع الخدمة ديالي بيان سور ماشي هادي راني فيها دو كاميلي من قبل. وفواياجيت لتركيا وكي كنت صغير فواياجيت لفرنسا. بون دونك الى عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا اشتراك وان جام وخليو لي الحوايج اللي راكو حابين ديريهم كي يخلص الحجر الصحي ان شاء الله. سلام.